ميسي ولا رونالدو؟ ميسي فترة برشلونة ورونالدو فترة ريال مدريد. رونالدو حاجة طبعا عظيمة جدا، بس أنا شايف إن ميسي ربنا مديله قدرات بجد في مخه وفي الرياكشنات بتاعت رجله، إن هو بيشوف حاجات أسرع من البني آدمين الطبيعيين. ده إيماني، إن في ناس معينة زي مارادونا وميسي والناس دي، في حاجات اللي هما بيعملوها دلوقتي عادي اللعيبه هتبتدي تعملها بعد 20 سنه. ربنا مديهم، انا في رايي ان ميسي عنده قدرات خارقه. وابتديت اامن بكده اكتر لما اتفرجت عليه في الملعب. رحت اتفرجت عليه 3-4 مرات في الملعب، بيقعد طول الماتش مونيتور هو فين والناس اللي حواليه، وايه اكتر حته يقدر يكون موجود فيها عشان يوجع الفريق اللي قدامه. انا فاكر كويس جدا كنت بتفرج على ماتش من ماتشات السوبر ما بين ريال مدريد وبرشلونه، وكان الماتش متقفل، بص مفيش فرقه بتروح للجول، وانا باصص عليه متابعه. اول لما الباك ليفت بتاع ريال مدريد كان تقريبا مارسيلو اتغير، اول حاجه عملها راح رايح واقف في ظهر الباك ليفت ده، ساب الملعب كله وراح رايح واقف، واستنى المره الاولانيه الباك ليفت راح رايح، كان الباك ليفت اللي هو البرتغالي ده اسمه ايه، كنترو. راح مخليه رايح وفضل واقف، والتانية خلاه رايح وفضل واقف، تالت كرة راح جاي لميسي راح داخل لجوه تك 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 عملها بقى عرض جوه، كسبوا برشلونة 1-0. هو عنده مش موضوع ان هو لعيب كرة كويس، بس مش موضوع ان هو بيعرف يعمل دريبلينج او بيشوط بس، لا هو بيقف في الملعب بيقيس كل حاجة، بيمونيتور كل حاجة، بيفضل يبص حواليه ويشوف السكاننج بتاعه. انا في رأيي ان هو لعيب عبقري يعني.